أسدل الستار عن التربصات التحضيرية وعن المباريات الودية لتتأهب الأندية الجزائرية في شتى ربوع الوطن واقفة تنتظر سماع صافرة انطلاق الموسم الكروي 2016-2017. ضربة انطلاق البطولة الوطنية فاز بشرف احتضانها ملعب عمر حمادي ببلوغين بحلته الجديدة في افتتاحية ستجمع بطل الموسم المنصرم اتحاد العاصمة وضيفه مولودية بجاية. تسارعت الأحداث مبكرا في بيت الاتحاد برحيل المدرب عدل عمروش، خلفه بعد ساعات قليلة الناخب الوطني السابق جون ميشيل كافالي الذي سيباشر مهامه بطاقم جديد وبتشكيلة تضم أفضل لاعبي البطولة الوطنية. والامتحان ينطلق أمام مولودية بجاية العائد من خيبة الخسارة في منافسة كأس الاتحاد الإفريقي. الجولة الأولى ستشد أيضا أنظار عشاق الكرة الجزائرية إلى ملعب أول نوفمبر بتيزي وزو الذي سيكون مسرحا لمباراة الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولودية الجزائر. انتدابات نوعية وأهداف متفاوتة تعد بمواجهة استحقت أن تكون قمة بداية الموسم الكروي. لغة الكلاسيكو الرسمية استحضرها ملعب 20 أود ببلوزداد الذي سيحتضن أولى مباريات الشباب المحلي، الفريق الوحيد الذي عاكس نهج الأندية الجزائرية في التربصات التحضيرية وفضل إقامة معسكره بالمغرب، إلى أنه تلقى ضربة موجعة بإصابة مهاجمه لاكروم الذي سيغيب رسميا عن مواجهة مولودية وهران. هذا الأخير كان الأكثر نشاطا خلال فترة الانتقالات الصيفية باسترجاعه للعديد من أبناء الفريق إضافة إلى المغتربين والمدافع المخضرم مراد لهم. مبارياته الجولة الأولى أوقعت شباب قسنطينة في صدام مع الوفاق الصيفي بملعب حملاوي، وبقيادة مدربه غوماز يسعى الشباب إلى تحقيق الانطلاقة المثالية أمام أحد أفضل الأندية الجزائرية، إلى أن إصابة المهاجم مانوتشو في الحصة التدريبية الأخيرة أثارت العديد من الشكوك في بيت السنافر. ذكريات المحترف الثاني استحضرها مجددا ملعب إمام الياس في القسم الأول في مباراة هي الأولى للأولمبي في حضيرة الكبار بعد 71 سنة من الغياب، والخصم شباب باتنا العائد إلى مقامه والساعي إلى المكوث فيه. ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق الموسم الكروي الذي سيعيد روح التنافس إلى الملاعب الجزائرية، ملاعب ستفتقد هذه المرة عناصر الأمن في محيطها ويا ليتها